انسحبت المقنبلة الأمريكية B-52 H من الخليج العربي نحو بريطانيا كما ترون الـ A-60002 بعدما التقطت لآخر مرة في جزيرة دلما السعودية. وتعد هذه الخطوة خفضاً للتصعيد من طرف البنطاغون في مواجهة إيران، فيما تزامن هذا القرار مع تهديدات بالضربة المنفردة والأحادية الجانب من الإسرائيليين. وفشلت تل أبيب في آخر أيام الرئيس السابق ترامب في توجيه ضربة لإظهار إيران ردعاً وصل إلى إسقاط صواريخ بعيدة المدى على بعد 100 كيلومتر فقط من نيمتس. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله تحديد النقطة التي أطلق فيها كوفاخي وقبلها وزير الحرب الإسرائيلي تهديداته ضد إيران بما يمكن من إصابة الهدف مباشرة من نفس الموقع الذي أطلق التهديدات. وحسب النقطة 32-04-29-34-47-23. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. حاول الإعلام العربي إبعاد خبر سحب أمريكا للبي 52 اتش لأنها ضربة كبيرة جدا لإسرائيل التي قررت أن تكون مرة أخرى أن تتحرك بشكل منفرد ضد إيران، ولن يكون في هذه السنة نتيجة العمل على بنك الأهداف من جهة وتحديده من جهة ثانية، وأيضا بالنسبة للقدرات التكنولوجية التي جعلت من إيران درعا أمام الضربة الأمريكية الإسرائيلية في آخر أيام ترامب. ومن المحتمل جدا ألا تكون هناك ضربة كما قال الجيش الإسرائيلي متنازلا، لأنه في المرة الأولى هناك ضربة مع ترامب، الآن الضربة ستكون في 2022 نتيجة المأزق التكنولوجي، وأيضا وهذا هو الأهم هو بنك الأهداف. أيا كان الحال فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي الآن تسعى إلى فصل المسار الإسرائيلي في التعامل مع إيران عن مسارها هي، لأن الحرب استبعدت بعد إبعاد ترامب من البيت الأبيض. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة هي إبعاد البي 52 اتش من إسرائيل. أخطر ما وقع ليس فقط سحب البي 52 اتش بل سحبها من إسرائيل أيضا، من الخليج ومن إسرائيل، ليس فقط لأن إسرائيل الآن ضمن ما يسمى بالقيادة الوسطى منذ 15 يناير، إنما هناك مستجد آخر هو تخفيض أو خفض التصعيد مع إيران، لأن مجرد وجود البي 52 اتش في إسرائيل يعني دعما بطريقة أو بأخرى لكل ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلية أخيرا. إذن العملية كلها هي خفض للتصعيد، فصل المسار الإسرائيلي عن الأمريكي على الأقل في المرحلة القادمة رغم وجود إسرائيل في القيادة الوسطى. لكن أكبر خطيئة قام بها الإسرائيليون أنهم لم يلتزموا بالقيادة الوسطى، ولذلك فالأمريكي أيضا مغتاظ لهذه الخطوة، لأن القول بأن هناك أمن ومنظومة إسرائيلية بعيدة أو على مسافة من القيادة الوسطى ولا تلتزم بالقيادة الوسطى، فهذه رسالة للأمريكيين لخفض التنسيق. فكان يرغب ترامب بأن كل مشاريع إسرائيل تمرر عبر القيادة الوسطى. الآن الإسرائيلي يقول أن لي منظومة في مقابل القيادة الوسطى، وهذا الذي يجعل من الخلاف خلاف حقيقي بين البنطاغون وبين الصحال في هذه المرحلة. بل هناك خطوة أخرى أخطر منها، لأن كل التصريحات جاءت بالأساس من رئاسة الأركان من كوخافي وليس من وزير الحرب أو وزير الدفاع الإسرائيلي. لذلك فالعملية اليوم أمام هذا التصعيد ما يكشف أن هناك خلافا بين قيادة الأركان وبين وزارة الدفاع. فهناك تصريحات لوزارة الدفاع أو وزارة الحرب الإسرائيلية، وهناك
تفسير للنزول من السلم درجا درجا، على الأقل بالنسبة لشيء مركزي هو تأجيل أي عملية إلى 2022. بالنسبة لهذا التأجيل سيراه الآخر المصادر الإسرائيلي تحديدا بأنها فرصته في مواصلة العمليات الخاصة. هذه كانت الزاوية المركزية ما بين مواصلة العمليات الخاصة وما بين العملية العسكرية الشاملة. فأصبحت قيادة الأركان لما يسمى بالعملية الشاملة ضد إيران. أما بالنسبة للمصادر الإسرائيلي فهو لا زال سيعمل على ما يسمى بالعمليات الخاصة منذ قتل العلماء إلى آخره، خصوصا أن رئيس الوزراء اعترف أخيرا بطريقة غير مباشرة بقضية الكوموندو. وهذا الذي يطرح سؤالا آخر، كيف تم بقضية الكوموندو في قتل العالم الإيراني؟ وهذا سؤال للتشكيك في التحقيقات التي أجرتها إيران. وهنا يطرح السؤال، هذه اللعبة هي من أجل شك من داخل الإيرانيين بأن هناك كوموندو، وهذا الكوموندو لم يقم أحد باعتقال أي فرد منه، رغم أن العملية أن هناك أسماء اليوم طرحت وطلبت إلى آخره، وهذا موضوع آخر. المهم هنا هو محاولة شق الصف الإيراني والرؤية الإيرانية من جهة أولى. المسألة الأخرى بالنسبة لهذه العمليات فهي أساسا بالنسبة للبي 52 اتش، لم تعد هناك ضربة نووية، انتهت المنطقة من هذا السيناريو الذي كان يفكر فيه ترامب. المسألة الثانية أنه لا يمكن ضرب إيران إلا بضربة نووية، الضربة التقليدية ستكون كارثية وستدمر من الآن. يقول الإيرانيون بأن تل أفيف وحيفا سيدمران بشكل كامل. ولماذا تل أفيف وحيفا؟ هذا هو السؤال. لأن أغلب الأهداف الحساسة من الآن سيعاد انتشارها مرة أخرى في إسرائيل، لأن الهدف كان هو تل أفيف وحيفا، الآن في إعادة انتشار، وفي إعادة الانتشار سيكون ربحا كبيرا لإيران مرة ثانية. هذه أخرى، هذا تكتيك حربي معروف عند في الصراعات الدولية. إذن هذه النقطة. النقطة الأخرى بالنسبة لخروج البي 52 اتش فهذا من السعودية، ولماذا ذكر السعودية ولماذا الطيران على السعودية قبل الذهاب مباشرة والمرور عبر عمان أريحة و بالذهاب مباشرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى بريطانيا؟ ما توضحه صور الأقمار الصناعية يتأكد أن الأمر يتعلق بمناورة أخيرة في اتجاه الحوثي، وهذه رسالة لمن يهمهم الأمر بالنسبة لإيران. إيران يجب أن ترى التسوية ليس في ملفها ولا في أي شيء، التسوية أساسا في اليمن، وهذه الأجندة يرغب فيها بايدن. أول شيء يرغب فيه بايدن الآن هو منع التسليح على السعودية وعلى الإمارات العربية المتحدة وتدمير أو إبعاد السلاح الدروني والسلاح سكادس بكل ما فيها أو الصواريخ البعيدة المدى والمتوسطة، كلها يجب أن تنتهي من أجل بدء صفحة جديدة تبدأ من اليمن. الإيراني يجب أن يبدأ من اليمن، هذا ما يرغب فيه الآن بايدن. وآنذاك يمكن خفض التوتر بين السعودية وما بين إيران، لأن العملية اليوم هي في اليمن. فهل هذه طريقة أولى وأخيرة بالنسبة لبايدن؟ بايدن هذا هو اقتراحه، البدء من اليمن وتسوية الأمر في اليمن لإعطاء السعودية وغيرها المتنفس الأساسي للوصول إلى تسوية والعودة إلى الاتفاق. بالنسبة للآخرين عموما كل الأطراف فإنها لا ترغب إلا في تسوية النووي قبل أي ملف إقليمي، وهذا مهم بالنسبة للإمارات وبالنسبة لإسرائيل والمصالح
التي الآن أنشئت في هذا البلد خصوصا في سقطرة وغيرها. إذن العملية كلها تذهب بهذا الاتجاه. الإيراني يرغب في العودة الأوتوماتيكية إلى الاتفاق بخطوة أولى من الأمريكيين وليس من إيران، ليس بتوقيف ما نتائج ما حدث عن الخطوة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق في عهد ترامب. بالعودة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وينتهي الموضوع دون نقاش الملفات الإقليمية ودون نقاش الملف الصاروخي والدروني على حد سواء. بالنسبة لبايدن يعتقد مباشرة أنه يمكن تقديم المساعدة بواسطة السلاح الأمريكي لمنع الدرونات من الوصول إلى الأهداف، ولذلك فالحوثي لم يتبنى الهجومات الأخيرة لسبب بسيط هو عدم تحمل هذا الصدام ما بين الحوثي وما بين الأمريكيين من جهة، ولأن هناك من يعتبرهم إرهابيين حسب الإدارة السابقة، فإن هناك رغبة حوثية الآن بالقول مباشرة أننا لسنا إرهابيين وأننا جزء من العملية السياسية وغير ذلك من التفاصيل. إذن الحوثي يريد أن يلاعب من داخل هذا الإطار تحديدا. وكي تتوقف الحرب في اليمن لا بد من وقف السلاح الموجه إلى الإمارات وإلى السعودية، وهذا ما فعله تماما بايدن. لكن قبله أشرنا وهذا ما تأكد الآن حول تعليق أو تأجيل تسلم الاف 35 إلى الإمارات، وهذا ما أكدنا على أن هذه السنوات التي في الاتفاق ستجعل العالم يدخل الجيل السادس ولا زال الإماراتيون في الجيل الخامس. الآن تعليق زمني، فهو نفس ما قام به ترامب. إذن العملية كلها أن بايدن لا يريد إلا تنفيذ ما وقع عليه ترامب، لكن الصحفيين على العموم لم يقرأوا القرار بالكامل بالنسبة لترامب، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك فالتعليق ليس إلا ضمن الملاحق التي وقع عليها ترامب والآن يصادق عليها بايدن لا أكثر ولا أقل، لأن حرب اليمن اليوم والتسوية حول اليمن يجب أن تبدأ بمنع التسليح الموجه إلى السعودية وإلى الإمارات العربية المتحدة، خصوصا بالنسبة للأسلحة استراتيجية، أيضا بالنسبة للطيران الاستراتيجي، وهذا الذي سيمكن إيران أيضا من خفض التصعيد في هذه الناحية وتقبل الوصول إلى اتفاق أو تسوية، وهذا مهم جدا بالنسبة للأمريكيين. إذن العملية اليوم تذهب باتجاه سحب كل الطيران الاستراتيجي والمقنبلات الاستراتيجية من المنطقة عموما بما فيها إسرائيل. ثاني مسألة أن الاف 35 التي طارت في صور لن تطير مرة أخرى خصوصا في العراق، وهذا قرار أمريكي نكشفه لصراع شرق أوسطية، وهذا الذي يدور الآن في الكواليس بشكل كثيف جدا. بالنسبة للذخائر الموجهة وغير ذلك كلها ستكون تحت تأطير أمريكي، لن يكون هناك تجميد كامل، هناك تجميد جزئي سيقدم الأمريكيون ما تحتاج إليه السعودية وعبر مراقبة أمريكية مباشرة. المهم اليوم هو سحب وانسحاب كل الطيران الاستراتيجي والبي 52 اتش، مما يجعل إسرائيل وتهديداتها أكثر من جوفاء. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.